هاي. أثبتت الدراسات أن وسائل التواصل ما بتسبب التعاسة بس، وإنما بتؤدي لتطور مشاكل الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب عند استخدامها أكثر من اللازم أو من دون توخي الحذر. من تأثيرات مواقع التواصل يلي بتضر بالصحة العقلية، الحسد يلي بتسببه مشاهدة الصور المثالية على منصات التواصل. وكشف باحثين بالمعهد الدنماركي لأبحاث السعادة إنه العديد من الأشخاص بيعانوا من حسد فيسبوك، وإنه يلي أخدوا استراحة منه لمدة أسبوع حسوا برضا عن حياتهم وبتوتر أقل بنسبة 55%. الإدمان يلي بيخلينا نحس بضرورة فتح فيسبوك وإنستغرام وتويتر والتنقل بيناتهم بشكل متكرر بسبب حالة تسمى بالتمزق، تدفع الشخص لتتبع التحديثات بكل ساعات النهار والليل. مين قال إنه من تأثيرات هالمواقع السلبية عدم التواصل المباشر يلي بيأثر بشكل كبير على الصحة العقلية وعلى السعادة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.